تعد شركة ألاسكا واحدة من الشركات الإلكترونية التي لها باع طويل في إنتاج الكثير من الأجهزة الإلكترونية في مصر، وخاصة الثلاجات والديب فريزر منذ زمن طويل، وتعد أولى شركات إنتاج الثلاجات في الشرق الأوسط. لذلك لا زال هناك كثير من الأشخاص يجبرون على شراء ثلاجات ألاسكا، خاصة بعدما قامت الشركة بإدخال الكثير من التعديلات على المنتجات. بالنسبة لمميزات ثلاجات ألاسكا، 1- الثلاجة واسعة من الداخل بصورة كبيرة وتأخذ الكثير من الطعام. 2- رخص سعرها مقارنة بباقي الماركات الأخرى سواء الأجنبية أو المحلية. 3- تم تطوير الثلاجات من قبل الشركة المصنعة واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة. 4- يوجد مجموعة كبيرة من الأحجام المختلفة بداية من 4 قدم وحتى 24 قدم. 5- تعد الثلاجة بكفاءة تبريد عالية مما يؤدي إلى الحفاظ على الطعام لفترة طويلة، وكذلك تحتوي على فريزر واسع. 6- تعمل بنظام النو فروست من أجل عدم تراكم الثلج في الفريزر على عكس الأنواع القديمة منها. أما عن عيوب ثلاجات ألاسكا، 1- سرعة تلف الثلاجة وفصل الثرموستات. 2- تسريب غاز الفريون مما يؤثر على كفاءة وجودة الثلاجة. 3- عدم توافر قطع الغيار بسهولة، وكذلك تأخر الفنيين في الرد على العملاء. هنتكلم عن أفضل وأحدث أنواع ثلاجات ألاسكا في السوق وأسعارها، وطبعا ما تنسوش الأسعار بتختلف بين وقت والتاني. ثلاجة ألاسكا 8 أدم دي فروست 233 لتر بسعر 3400 جنيه. ثلاجة ألاسكا 8 قدم دي فروست 238 لتر بسعر 3650 جنيه. ثلاجة ألاسكا 8 قدم دي فروست 233 لتر بسعر 3800 جنيه. ثلاجة ألاسكا 10 قدم دي فروست 294 لتر بسعر 3650 جنيه. ثلاجة ألاسكا 10 قدم دي فروست 224 لتر باب واحد بسعر 3160 جنيه. ثلاجة ألاسكا 10 قدم دي فروست 295 لتر بسعر 3770 جنيه. ثلاجة ألاسكا 10 قدم دي فروست 294 لتر بسعر 3400 جنيه. ثلاجة ألاسكا 10 قدم دي فروست 289 لتر باب واحد بسعر 2970 جنيه. ثلاجة ألاسكا 12 قدم دي فروست 315 لتر بسعر 5100 جنيه. ثلاجة ألاسكا 14 قدم دي فروست 410 لتر بسعر 4550 جنيه. ثلاجة ألاسكا 14 قدم نو فروست 393 لتر بسعر 5500 جنيه. ثلاجة ألاسكا 14 قدم نو فروست 393 لتر بسعر 5555 جنيه. ثلاجة ألاسكا 14 قدم نو فروست 393 لتر بسعر 5400 جنيه. ثلاجة ألاسكا 14 قدم دي فروست 410 لتر بسعر 4650 جنيه. ودي كل المعلومات عن ثلاجات ألاسكا. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وعملوا اعجاب ومشاركة علشان يوصل لكل الناس علشان يستفيدوا. شكرا كتير لكم. ما تنسوش تتابعوا الموقع الرسمي للقناة على جوجل، والرابط هتلاقوه اسفل الفيديو. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.